أنا الدكتور هاشم قصراوي، طبيب أسنان، خبرة 10 سنوات في مجال طب الأسنان و8 سنوات في مجال زراعة الأسنان. والله يعني بشكر، يعني كل اللي بيعرفوني، كل اللي ساندوني، والأهل. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور هاشم قصراوي. بداية مساعد مساك. يسعد مساك يا هاشم. كلك زو. طبعا في البداية، حضرتك طب وجراحة الفم والأسنان وصاحب عيادة خاصة بإربد. نعم. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الدكتور هاشم قصراوي، طبيب أسنان، خبرة 10 سنوات في مجال طب الأسنان و8 سنوات في مجال زراعة الأسنان. ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ يعني سر نجاحي هو عند فضل الله أولا وأخيرا، والحمد لله رب العالمين، يعني بفضل يعني آراء الناس، الحمد لله، والسمعة الطيبة بفضل الله. نعم. شو هي أهم الخدمات اللي أنت عم بتقدمها هون عندك بالعيادة؟ عندنا في العيادة احنا موجود جميع الخدمات في طب الأسنان، موجود تقويم، في أخصائي تقويم، وفي عندنا زراعة، زراعة الأسنان، وكل مجالات طب الأسنان وسحب العصب والتركيبات، طبعا التركيبات بأنواعها، وعندنا التركيبات الزيركون الألماني. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا طب الأسنان بالأردن؟ يعني طب الأسنان دائما في تطور، يعني بشكل دوري في تطور، والحمد لله يعني عندنا في الأردن دائما يعني على تواكب، يعني مواكب لهذا المجال، والأمور يعني ما شاء الله، يعني حتى في مجال الأجهزة الحديثة كلها الحمد لله حاليا متوفرة، والأمور إن شاء الله يعني ممتازة في هذا المجال في الأردن. بالتوفيق. بس بما أنه أنت أصلاً خبرة بمجال زراعة الأسنان، تحكي لنا شوي عن زراعة الأسنان، كيف كانت زمان، كيف هلأ عم بتتم، وبرضه إيش هو الفرق بين الزراعات المباشرة والزراعات اللي بتتم على مراحل، وشو أصلاً شروط الزراعات المباشرة؟ طبعاً زراعة الأسنان يعني حالياً يعني مع التطور صارت يعني أسهل بكثير، وصارت يعني أغلبها بيكون بدون ألم، ويعني في زراعات كمان زراعات المباشره اللي هي بتيجي مباشره بعد عمليه الخلع، تمام، بس هاي ما بتصلح لكل المرضى، تمام، يعني لها شروط، لازم يعني يكون كميه العظم الموجوده متوفره بشكل مطلوب، لازم ما يكونش في التهاب في العظم، يعني لها شروط، تمام، وحسب يعني عمر، كمان عمر المريض بيلعب دور، أما إذا كان في أي مشكلة في العظم فبتتم الزراعة بعد 2 شهر من الخلع. والزراعة التقليدية اللي هي بتتم يعني هذا النوع الثاني غير الزراعة المباشرة بتتم يعني بعد الخلع، بتصير عملية التئام للجرح، بسوي له أشعة، نطلب للمريض أشعة، ونشوف إذا كانت الوضع مناسب فبتتم عملية الزراعة بشكل طبيعي. نعم. بس انت كطبيب ايش بتفضل، الزراعات المباشره او اللي على مراحل؟ طبعا اذا كانت الزراعه، اذا كان الشروط متوفره فالزراعه المباشره، طبعا الزراعه المباشره، اذا كانت يعني العظم صحه جيده فالزراعه المباشره افضل طبعا. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا ستقول له؟ والله احنا يعني نشكر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، ويعني له الفضل بهذا المجال، يعني بجميع المجالات في التطور وتسهيل الأمور، يعني تسهيل الأمور على جميع الأصعدة،
وبشكر الجميع يعني وكل من له علاقة في الموضوع يعني في مجال الأسنان. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ والله يعني بشكر كل اللي بيعرفوني، كل اللي ساندوني، والأهل، وبشكركم كمان. شكرا لك. الله يسلمك. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع العيادة وطرق التواصل معكم؟ احنا عيادتنا موجودة عند دوار الثقافة، مجمع الخصاونة، شارع البتراء، بجانب كريم هايبر ماركت. شكرا لك. هلا بك، شرفتنا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الدكتور هاشم قسراوي على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت هاشمنا. نورتوا. شكرا لك. أهلا. كلك سلام.